تقدمت مصر بمشروع قرار أمام منظمة التجارة العالمية حول تعزيز استجابة المنظمة لتحديات الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة للغذاء والدول الأقل نموًا. المشروع الذي تقدم به الوفد المصري نيابة عن المجموعات العربية والإفريقية والدول الأقل نموًا لدى المنظمة، ستتم مناقشته ضمن أعمال المؤتمر الوزاري 12 لمنظمة التجارة العالمية، المقرر عقده بمقر المنظمة في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 15 من يونيو الجاري. يأتي التحرك المصري في إطار جهود التعامل مع أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدول الأقل نموا والدول النامية المستوردة للغذاء، بهدف توفير حلول عملية لدعم المزارعين والمنتجين وتعزيز القدرات الإنتاجية من الحبوب والغلال في تلك الدول بما يتوافق مع قواعد المنظمة ذات الصلة. كما يهدف التحرك إلى توعية الرأي العام العالمي بحجم الأضرار الشديدة الواقعة على اقتصاديات الدول النامية في هذا الشأن، لا سيما مع الارتفاع القياسي في أسعار الغذاء والطاقة. وتعد أزمة الغذاء العالمية جزءا من الأزمة الكبرى التي يواجهها الاقتصاد العالمي منذ جائحة كوفيد-19 وما واكبه من تباطؤ في النمو الاقتصادي والإنتاج والاستثمار وارتفاع معدلات التضخم وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع المديونية. وتتطلب أزمة الغذاء العالمية تعزيز التضامن الدولي من خلال المنظمة الدولية المعنية وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية لمنح الدول النامية المستوردة للغذاء والدول الأقل نموًا المرونات المطلوبة التي تسمح لهم بالتعامل مع أي ظروف استثنائية تؤثر على أمنهم الغذائي. أجدد لكم التحية، وينضم إلي عبر تطبيق زوم دكتور عبد العظيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد الزراعي وعميد كلية الزراعة جامعة الفيوم سابقا. برحب بك دكتور عبد العظيم. لا أهلا. دكتور عبد العظيم، قبل الحديث عن المبادرة المصرية أو الرؤية التي تطرحها مصر لبحث أزمة الغذاء في العالم، دعنا نتحدث بداية عن أسباب هذه الأزمة. هل الأسباب تعود لما يشهده العالم الآن من أزمة صراع ما بين روسيا وأوكرانيا، أم تعود هذه الأزمة لما قبل هذه المشكلة؟ في الأمر أن موضوع الأمن الغذائي العالمي فيما يتعلق بالوضع الأوكرانية هي جاء في توقيت مواكب أو متعاقب لا حاجة كورونا، وأعاناه العالم من توقف في سلاسل الإمداد وتوقف في حركات نقل البحث الجوي فيما يتعلق بالتجارة الدولية السلع الغذائية في عربية الخصوص. جاءت الحرب الأوكرانية الروسية يعني تراكمت مع مشاكل كانت قائمة فعلا وأزمات كان العالم بدأ يعاني منها، خاصة الدول الأقل أو الدول اللي هي مستوى الغذاء والدول تخرج. حتى الدول اللي هي ذات الأعباء المالية أيضا تأثرت بأحد كورونا وسلاسل الإمداد والتوقف، وكل هذه التحكمات أدت إلى ارتفاع الأسعار المنتجات، أسعار النفط، أسعار التأمين، أسعار كل انعكس سعر المستهلك اللي هو في الدول النامية قطع عاني، واللي هو موضوع حضرتك اتفضلي بتسأليني عنه النهارده اللي هو تقدم إلى منظمة التجارة الدولية، وهي المنظمة الأولى عن ضمن الزراعة الاقتصادية العالمية في البنيان العالمي، المسؤولة عن تسهيل حركة التجارة بين الدول المتصدرة والدول المتوردة، وإن هي تبقى ضوابط تلزم الدول بها حتى فيما يتعلق بدعم الإنتاج الزراعي وقيود معينة. فالذاكرة المتقدمة فيها مصر كانت في توقيت مناسب جدا من ناحية سياسية، وكمان أيضا من توقيت التراكمي للأزمات تحت كورونا وسببها ومسبباتها وتراكم
العالميه على كل ولايات الدول الدقيقه فقط او الدول الدقيقه المخففه، فلا يقين التداول اللي تزايد بشكل كبير ومؤتمر المناخ في مصر ان شاء الله باذن الله يعقد يحتها. كل هذه الامور متعاقبه متراكمه بتزيد من حجم المشكله وضاعف الاسعار على المستهلكين، وطبعا ناس المنتجين ايضا سبب الاسمده. كلف الانتاج كلها ارتفع اسعار الاسمده واسعار طبعا اللي ترتبت في الحرب الاوكرانيه. كل هذا على انخفاض الانتاج، ارتفاع التكلفه، ارتفاع الاسعار، ضغوط على المستهلكين، وتزايد حجم المشكله في الدول اللي مستورده اكثر. الدول المستورده من ثم جاء التوقيت مناسب جدا للتدخل المصري فيما يتعلق بمنظمه الصحه العالميه. كانت الدوليه الاخرى في بعض المنطقات، ولكن الاداره العالميه تقوم بدور، اعتقد الدور المصري هو دور محرك في الازمه ودور محرك لهذا التوجه البنك الدولي. نعم. طيب دكتور عبد العظيم، هل هناك اي تفاصيل بخصوص المبادره المصريه التي ستطرحها مصر في يعني الاجتماع الذي تعقده منظمه التجاره العالميه فيما يتعلق ببحث ازمه الغذاء ومساعده المنظمات على الاستجابه لتحديات الامن الغذائي؟ هو زي ما كنت بتكلم حالا دلوقتي ان منظمه التجاره العالميه بتفرض قيود على الدول في منح الانتاج الزراعي زعوم بشكل معين. فالمبادره المصريه يعني بتطالب ان هو ان يكون هناك دعم خارجي للدول الطاقه المستورده للغذاء عن طريق منظمه التجاره العالميه تتحمل تكلفتها اللي هي منصوص عليها في قانون انشائها، انها تساعد على استياب التجاره الدوليه ولا سيما في اوقات الازمات. والازمه اللي احنا صددها ازمه يعني مصر كانت رائده في التقدم، لان منظمه التجاره لم يكن لها فقط حتى هذا الوقت في تعلق او اثار الحرب الروسيه. البنك الدولي تحرك، السوق التنميه الافريقيه تحرك، الاتحاد الاوروبي تحرك وعمل منظمه التجاره العالميه. اعتقد ان الدور المصري دور فاعل في بدا يحركها كذراع هاب في الاذرع الاقتصاديه في اداره الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بالتجاره وتبادل السلع بين الدول المختلفه. السلع الاستراتيجيه النهارده لها اللي هي خاصه السلع الاستراتيجيه متمثله في الحبوب متسلف الدهون، كل المجموعات الحقيقه تاثرت بالأكثر. رغم ان هو روسيا واوكرانيا صحيح بتساهم بجزء كبير من امداد العالم، ما يحق 28% من التجاره الدوليه هي فيما يتعلق بالقيام القابل الرئيسيه، ولكن في نفس الوقت اسعار ارتفاع اسعار الطاقه ارتفاع اسعار غاز طبعا وارتفاع هذا ساهم في ارتفاع تكلفه النقل. يبقى المنتج نفسه معروض قليل، المنتج اسعاره عاليه، النقل عاليه، حتى اذا الدول المستورده الضغوط عليها تبقى كبيره جدا، لان حتى الدول غير اللي يعني ذات الاقتصاديه الكبيره، الدول الكبرى الاتحاد الاوروبي وامريكا بتعاني من اثار اقتصاديه التضخم. اثار صحيح يمكن ما عندهمش حجم كما هو في الدول، لكن ارتفاع الاسعار والانعكاسات التراكميه الاوكرانيه الروسيه في عقب او في اعقاب لم تتعافى البشريه بعد من اثار كورونا، فتجد توافق بهذا مع الحفظ النفسي والاقتصادي واللا يقين فيما يتعلق بالظروف المناخيه والتقلبات اللي يمكن النهارده يعني ظاهرها في جمهوريه مصر العربيه في المثال. نعم. كل هذه الامور تشكل ضغوط على المنتج، ضغوط على المستهلك، ضغوط على فاتوره الغذاء الدول الفقيره والدول الصافيه الغذاء، واللي افريقيا ومصر واحنا في تلك الدول تلك المجموعه. نعم.
بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد العظيم مصطفى، استاذ الاقتصاد الزراعي وعميد كليه الزراعه جامعه الفيوم. سابقا كنت معنا عبر تطبيق زوم، ومستمرون معكم في هذه الحلقه. وقفتنا الحواريه الثانيه بتتحدث عن منظومه الشكاوى واليات التواصل ما بين الحكومه وبين المواطنين في اطار متابعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لابرز الشكاوى التي تصل الى هذه المنظومه، وعمل الدوله من خلال الحكومه على سرعه حل مختلف المشكلات. نتابع هذا الحوار، وسيكون معنا فيه الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة النهار الأستاذ أسامة شرشر بعد هذا الفاصل.